اسمح لي ست الوان نتوقف قليلا، الملحمه دي مهمه جدا، عايزين ازاي نركز عليها وكيف تم التصدي لهؤلاء التخريبين الارهابيين. لكن بعد ان نذكر الادانات التي جاءت من اكثر من مكان، حيث ادان مجلس الوزراء الهجوم الارهابي الغاشم الذي حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه على بعض نقاط التمركز بجنوب رفح في سيناء، وأشاد بشجاعة رجال القوات المسلحة المصرية في التصدي لهذا الهجوم الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأبطال البواسل بعد أن تمكنوا من قتل عدد كبير من العناصر التكفيرية الآثمة مع تدمير جانب من العربات التي كانت تقلهم. ونعى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ايضا ضحايا هذا الهجوم الارهابي من رجال القوات المسلحه المصريه البواسل، داعيا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وثمن في نفس الوقت التضحيات التي يبذلونها في سبيل الزود عن حدود الوطن وحمايه امن المواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له ومحاصرة عناصره الإجرامية وتكثيف منابع تمويله، مع تقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة التي ترفضها الشرائع السماوية وتتنافى مع كل قيم الإنسانية. أيضا نعى مجلس النواب للشعب المصري العظيم شهداء الواجب من رجال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة الذين راحوا ضحية لحادث رفح الإرهاب اليوم. أكد مجلس النواب في بيان أن هذا الاعتداء الغاشم الذي طال بعض أفراد قواتنا المسلحة الباسلة لن يمر مرور الكرام ولن يثنينا عن تطهير تراب مصر الطاهر. أكد المجلس أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، بل بعض الدول التي توفر له التمويل والملاذ الآمن ومنصات الإعلام التي تروج لهؤلاء الخوارج، وتعهد أيضا بملاحقة هذه الدول في كافة المحافل الدولية بكشف مخططاتهم التي نالت من أمن واستقرار شعوب المنطقة. وأدان المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد حادث سيناء الإرهابي والاعتداء على نقطة تفتيش جنوب رفح أيضا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية خلال تصديهم للعناصر الإرهابية. قال أيضا عبر حسابه على موقع تويتر أنه مع كل قطرة دم ينزفها شهيد يزداد المصريون إصرارا على دحر الإرهاب، وأن المعركة ضد من استباح دم الطاهرة سوف تنال كل من نفذ وخطط ومول وتستر وبرر أيضا. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أهمية منزلة وفضل الشهداء في سبيل الوطن، وأشاد بالتضحيات والجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب تحت استقرار البلاد. وأشار أيضا في خطبة صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة كما نرى اليوم إلى أهمية تخليد ذكرى الشهداء الأبطال حتى يكونوا نبراسا أو مصباحا تهتدي به الأجيال القادمة من أبناء مصر، وتناول أيضا أهمية القيم الأخلاقية ونعمة الأمن في تشييد وبناء المجتمعات وتدعيم أسس وركائز الاستقرار في الدولة، واستعرض أيضا في الخطبة ملامح تاريخية من البطولات والتضحيات التي شهدها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عدد من السفارات الأجنبية في مصر أدانوا الهجوم الإرهابي على ما حدث في رفح. السفارة الأمريكية عبر صفحتها كتبت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب مصر في الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في رفح. السفارة الألمانية أيضا في جانب آخر أدانت الاعتداء الغاشم على نقاط التفتيش التابعة للجيش في رفح في شمال سيناء، وأكدت أن برلين تقف مع مصر في مكافحة الإرهاب. الدول العربية أيضا صارعت في جانبها بالتنديد بالهجوم الإرهابي والذي وقع اليوم، ومعنا مزيد من العرض المعلوماتي الذي يوضح كمية التنديد من الدول العربية والأجنبية لهذا الهجوم الإرهابي.